لنقل أن هذا المثلث هنا هو مثلث متساوي الأضلاع، أي كل أضلاعه لها نفس الطول. لنقل أن طول هذا الضلع هو S. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو الوصول لطريقة لإيجاد مساحة هذا المثلث المتساوي الأضلاع كاقتران S، ولعمل ذلك سوف أقوم بشطر المثلث إلى 2 بأن أسقط خط من الرأس الأعلى إلى هنا بحيث يتعامد على القاعدة، وسوف ينصف الزاوية العلوية إلى نصفين، فهذه الزاوية سوف تساوي هذه الزاوية. لقد أثبتنا هذا كله عندما عرضنا الفيديو حول المثلث ذو قياسات الزوايا 30 60 90 درجة. في المثلث المتساوي الأضلاع المنتظم كل الزوايا هي 60 درجة، فهذه هنا ستكون 60 درجة، سأعملها بلون مختلف. هذه هنا بالأسفل 60 درجة، وهذه هنا أيضا 60 درجة، وهذه في الأعلى 60 درجة، ولكننا قسمناها إلى زاويتين، فهذه الزاوية ستكون 30 درجة وهذه 30 درجة، فهي متساوية. وشيء آخر نعلمه أن هذا الخط هنا سوف ينصف هذا الضلع في الأسفل، فطول هذا الضلع سوف يساوي هذا الضلع، وقد عرضت ذلك في الفيديو الخاص بمثلث 30 60 90 درجة. وكما نعلم أن طول هذا كله هو S، فكل الأضلاع سوف تكون S لأنه مثلث متساوي الأضلاع، فكل من هذان سوف يكون S على 2، سوف أكتبها هنا. إذا كان هذا S على 2 فنستطيع استخدام ما نعرفه عن مثلث 30 60 90 درجة لمعرفة هذا الضلع هنا، أو معرفة ما هو الارتفاع الحقيقي، ما هو الارتفاع الحقيقي. وسبب اهتمامي في الارتفاع هو أن مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة ضرب الارتفاع، نصف القاعدة ضرب الارتفاع. إذا كان هذا S على 2 أقصر ضلع أو الضلع المقابل لزاوية 30 درجة هو S على 2، فإن الضلع المقابل لزاوية 60 درجة سوف يكون الجذر التربيعي لثلاثة أضعاف ذلك، فهذا سيكون الجذر التربيعي لـ S على 2. ونعلم ذلك لأن نسبة الأضلاع للمثلث 30 60 90، مثلث 30 60 90، إذا كان الضلع المقابل لزاوية 30 درجة هو 1، فإن الضلع المقابل لزاوية 60 سيكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب 1، والضلع المقابل لتسعين درجة أو الوتر سيكون 2 ضرب 1، فتكون النسبة 1 إلى جذر 3 إلى 2، فهذا يرينا الضلع هنا أو الضلع المقابل للزاوية 30 درجة، وهذا الضلع المقابل للزاوية 60 سوف يكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب ذلك، أو الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S على 2. والآن فقط نريد أن نعرف ما هي مساحة هذا المثلث. مساحة المثلث تساوي نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، نصف ضرب القاعدة ضرب الارتفاع. إذن ما هي قاعدة المثلث؟ فالقاعدة هنا هي S، فهذه ستكون S. وما هو ارتفاع المثلث؟ لقد أوجدنا ذلك، فهي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S على 2، فقط نجد حاصل الضرب فنحصل على، لنرى في البسط الجذر التربيعي لثلاثة ضرب 1 ضرب S ضرب S، وهو الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S تربيع، وفي المقام لدينا 2 ضرب 2 أي كل هذا تقسيم 4. إذن كمثال، إذا كان لدينا مثلث متساوي الأضلاع وطول ضلعه 1، فمساحته سوف تكون الجذر التربيعي لثلاثة مقسوم على 4. إذا كان لدينا مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه 2، فهذه ستكون 2 تربيع على 4، فهذه ستكون 1، والمساحة ستكون الجذر التربيعي لثلاثة. فقد وجدنا طريقة عامة لإيجاد مساحة المثلث متساوي الأضلاع.